مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في أولى حلقات برنامجكم بيت السعادة. ليه بيت السعادة؟ لما فكرت أعمل برنامج مختلف قبل كده طلعت على أكتر من قناة فضائية وعلى السوشيال ميديا عامة، ولكن فكرت في اسم مختلف ويكون برنامج مختلف غير كل البرامج اللي موجودة حاليا دلوقتي على الفضائيات في القنوات كلها. بيت السعادة عشان ندخل السعادة في كل بيت مصري. زمان كان في حب ما بين الأسر كده، كل أسرة في ود، في روح جميلة. الأب كان بيروح من الشغل بيقعد مع مراته وأولاده بيهزروا وبنحكي حواديت كتير وبنحكي حواديت بتخوف، ونقعد أقعد جنب جدي وأسمع منه حاجات جميلة جدا. أصبح دلوقتي البيوت كلها بقى حاجة صعبة. السوشيال ميديا لما دخلت مصر عامة وغزت العالم كله عامة دلوقتي، بيبقى دلوقتي الأخ وأخته أو الزوج وزوجها بيبعتوا لبعض شات على الواتساب، مفيش بينهم سعاده، في بينهم الحاجه بقى ملل، مفيش ود، الود اتقطع، ما عادش زي الاول. وبنسمع في الفتره اللي فاتت على نسبه الطلاق زادت جدا جدا جدا، والموضوع بقى اوفر قوي قوي قوي. ليه كده يا جماعه؟ ليه البيوت مش زي الاول؟ البيوت زي القلوب اسرار، فيها نبض وفيها روح. ليه بقينا كده؟ فين راح الود كل حاجة؟ عشان بسبب السوشيال ميديا. عامة برنامجكم مختلف، هنتكلم على الإبداع، هنتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، الناس الجميلة اللي أنا هتشرف واستضيفهم معايا هنا ويكونوا موجودين معانا. هنجيب لكم فقرات فنية جميلة جدا، هنسجل مع نجوم كورة ونجوم فن بس بطريقة مختلفة، بطريقة جميلة. هنكتشف المواهب من الشارع المصري، مش هنجيبهم هنا معانا، لا ده احنا ننزل في الشارع المصري وفي كل شارع وفي كل قرية وفي كل إقليم، تسجل مع المواهب الجميلة اللي أصبحت دلوقتي يعني بنفتقدها جدا. أنا مش هطول على حضراتكم، بس عايز أقول لكم حاجة واحدة بس، إن بيت السعادة عشان يدخل لكم السعادة في كل بيت مصري. أي حد، أي حد عنده مشكلة، أي حد محتاج أي حاجة، أنا أخوكم ومنكم، أنا مش مذيع ولا أي حاجة، أنا واحد وفرد منكم. وده برنامجكم أنتوا، مش برنامج أنا بس، برنامجكم أنتوا. كل مشاهد بيشوفني، كل حد شجعني، كل حد عمل لي كومنت، كل حد شير لي بوست، كل حد شاف فيديو ليا، انا بتشرف بيكم وواحد منكم. اي حد محتاج اي حاجه، صفحتي على الفيسبوك حسام كرم بالعربي والانجليش، الصفحه البيج الرسمي بتاعي. اي حد محتاج اي حاجه ما تاخرش على اي حاجه، وهنزل لكم ارقام التواصل بعد الفاصل معانا، وكلموني في اي وقت تحت امركم. لما فكرت في اول حلقه تكون موجوده في الصحه والجمال، القناة الجميلة اللي الناس فيها طبعا مشكورين جدا، ان انا بتشرف ان انا انضميت للصحة والجمال قبل كده في بعض القنوات دون ذكر اسماء، ولكن تجربة جديدة وتجربة انا اتشرف بيها ان شاء الله باذن الله. الفقرة اللي معايا دلوقتي بنتكلم على لعبة وفنون الكاراتيه والسباحة، القليل جدا في الريف المصري لما تلاقي الحاجة دي. وانا قلت لكم ان احنا هنروح الريف المصري ونروح الاقاليم، معانا بقى اكاديمية بنوع مختلف بتعلم الأطفال فنون الكاراتيه والسباحة وبعض الألعاب الأخرى. وبقول تاني وتالت ورابع، قليل لما تلاقي الحاجات دي موجودة في الأقاليم وفي الريف المصري الجميل اللي أنا واحد منهم. رحنا رشيد قبل كده ورحنا كل الأماكن، ولكن الأكاديمية اللي موجودة معانا دلوقتي أكاديمية من رشيد، ناس محترمين جدا على الأكاديمية، في فن كده في التعامل مع الأطفال ومعاملة خاصة. كل اب عامه نفسه ابنه يبقى زي محمد صلاح ويلعب في كره القدم. دلوقتي التعليم، في ناس بتهتم بالتعليم وفي ناس تهتم جدا بالرياضه بالتحديد كره القدم، ولكن التجربه المختلفه اللي انا قلت لكم النهارده اللي هي تجربه لعبه الكاراتيه اللي هي اصلها اصلا من اليابان. هيكون معانا حاليا بعد الفاصل ناس محترمين جدا، الكابتن محمد والكابتن جمعه، هيشرحوا لنا ازاي بيتعاملوا مع الاطفال، ازاي اللعبه الكاراتيه انتشرت انتشار كبير جدا في رشيد. هنسمع ونشوف دلوقتي تقرير جميل جدا كده مع مخرجتنا الجميله نادين والاستاذ محمود. هنشوف التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام. ما تروحوش في اي مكان، فاصل وتقرير وراجعين لبعض تاني. ورجعنا لبعض مره تانيه ببرنامجكم بيت السعاده. ربنا يسعد ايامكم كلها يا رب، تكون فرحه وهنا وسعاده عليكم يا رب. الفقره اللي انا قلت لكم عليها قبل ما نطلع فاصل، والتقرير اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي معانا، واللي اتكلم على الكاراتيه وعلى اللعبه الجميله جدا اللي اصبحت دلوقتي اللعبه المنتشره جدا في
رشيد، ولكن مش هطول على حضراتكم. رحبوا معايا بالكابتن والدكتور محمد الكوت، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شرفت بيك يا استاذ حسام. والكابتن المحترم جمعه عفوده، كابتن جمعه عفوده. ازيك كابتن جمعه؟ الله يبارك في حضرتك، شرفنا حضرتك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا بعض الاطفال الجميله ومن لاعبي الكاراتيه في الاكاديميه في رشيد. نتعرف بيكي. انا اسمي رانيا معروف الدرديب. وانت قمر؟ ملك خالد عامر. ملك. انا اسمي نماس اشرف سنار. انا اسمي نور خالد عامر. شرفتونا ونورتونا. رايكم النهارده في مدينه الانتاج؟ فرحانين انتوا جايين النهارده؟ اه طبعا. بس احنا نتشرف بحضرتك. لا 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 لا، انت كده تاخدي قلبي بقى. اتشرفت بيك يا بابا. نبدا مع مين بقى فيكم، كابتن جمعه ولا الكابتن محمد؟ كابتن جمعه طبعا، كابتننا كلنا. كابتن جمعه، في البدايه دايما كده قليل جدا لما حد بيعمل اكاديميه بتكون شامله سباحه وتكون شامله كاراتيه جمباز اكتر من لعبه، وبالتحديد في منطقه جميله واهل رشيد الجمال اللي انا اتشرفت جدا عندكم حضراتكم قبل كده، واللي انا بحب البلد دي جدا بكل امانه، ونيلها جميل جدا وناس محترمه، الدكتور محمود عمر وكابتن والدكتور محمد. دكتور محمد محترم جدا. فكلمنا بقى على الاكاديميه ودور الاكاديميه في رشيد. اتفضل يا فندم. حضرتك، هو اي منشاه اي انسان بيعملها بيبقى لها اهداف. احنا هدفنا الطفل. جميل. طبعا احنا مارسنا، انا عايز اعرف نفسي الاول. انا كابتن جمعه ابراهيم فوده، مدير الفني لمركز شباب رشيد للالعاب الكاراتيه والمسؤول عن لعبه الكاراتيه في الاكاديميه اليابانيه. جميل. في الاول خالص، هو هدفنا الطفل، ازاي انا اقدر انمي الطفل جسديا عقليا، ازاي اقدر ان انا اساعد والديه لو عنده اي مشكله. يعني النهارده احنا مثلا بالاستمراريه في التدريب بيبقى انا ممكن يبقى لي سيطره على الطفل اكتر من باباه، اكتر من مامته. بالظبط يا فندم. فممكن ابوه او والدته يتصل بيا، الولد ده في التغذيه مش كويس، الولد ده انفعالي شويه، الولد ده في، الولد ده في. فاحنا بجانب لعبه الكاراتيه احنا بنقدر نتواصل مع الاسره، ازاي نقدر نبني الطفل ده. فالاكاديميه اليابانيه بتديني حريه شويه لانها بتبقى خاصه بيا بتاعتي. فانا اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز، من ناحيه الوقت، من ناحيه الايام، من ناحيه اي حاجه انا عايز اعملها. لكن انا ما بمرتبط باي مؤسسه حكوميه، مثلا مركز شباب، نادي، فانا مرتبط بوقت معين واسلوب معين. بالظبط كده. فاحنا لما جت لنا فكره ان احنا ننشئ الاكاديميه اليابانيه للكاراتيه، احنا في الاساس قلنا الكاراتيه لان هي دي لعبتي، وانا احب ان انا اكون متخصص في لعبتي شويه لان هبقى جدير وافهم كل خباياها. بالظبط. ولكن طبعا برضو احنا بنلبي زي ما احنا قلنا، احنا نهتم بالطفل. فاحنا بنلعب الكاراتيه، فوجئنا بولد عايز يلعب سباحه، ولد عايز يلعب كيك بوكس، ولد عايز يلعب ملاكمه، ولد عايز يلعب جمباز. مفيش مشكله. وتوضيح كل هذا في رشيد. كل ده في رشيد. بس رشيد حضرتك مش 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 مدينه، مش مدينه صغيره، ده مدينه كبيره جدا وناسها جمال جدا. طبعا كل الاحترام والتقدير لرشيد. ان كده بغلطني في البلد الجميله دي، ناس تزعل مني. لا لا لا، انا منحاز لوطني، انا منحاز لوطني شويه بس، او منحاز لبلدي شويه. ده بلدنا كلنا. مدينه رشيد مدينه معروفه، واحنا المدينه تجمع بين، في الاصل تجمع بين الريفيه وبين المدنيه. احنا مدينه متقدمه جدا ولكن الاصول موجوده فيها. عشان حضرتك لو نزلت في رشيد ما تسالش على جمعه، تسال جمعه اللي من عيله فوده. فاحنا عائلات مرتبطه. اجمل ناس. الله يبارك لك. فانا بدي مثل يعني. فاحنا من هذا المنطلق بدانا ندخل لعبه السباحه، ندخل لعبه الجمباز، ندخل الالعاب دي كلها. بس علشان احنا المسؤولين بدانا ننتقي بقى مين اللي هيدرب الطفل. فاحنا اخترنا مجموعه من المدربين الاكفاء، كلهم لازم ان يكون خريج التربيه الرياضيه او متخصصين، ولازم ان يكون مسجل في نقابه المهن الرياضيه والاتحاد الخاص بيه. مثل مين بقى؟ عايز بقى الاسماء عشان هم بيشوفوا. عندنا الكابتن مجدي كوجوك، ده بطل العرب في الملاكمه، وعندنا الكابتن علياء، وكابتن مصطفى، عصفور، والكابتن حسام، كابتن دينا. وكل دول مدربين رسميين وكلهم تربيه رياضيه. وعندنا بالنسبه للسباحه احنا استعنا باثنين دكاتره تربيه رياضيه، راجل للاولاد والرجال، ومدام للبنات والستات. ممتاز جدا. دكتور احمد عربي معانا، ودكتور رأفت. كل دول ناس متخصصين. ممتاز جدا. نسمع الراجل الطيب الجميل ده. دكتور، في اعمار بقى سنيه كده لازم حضراتكم بتقبلوا منها الاطفال والاطفال الجميله دي. ايه الاعمار السنيه اللي حضراتكم بتقبلوها؟ اولا كل اللعبه تختلف عن اللعبه الاخرى، يعني احنا بنبدا من سن 4 سنين فما فوق. تمام. كل لعبه مثلا لو جينا شفنا الجمباز، لعبه الجمباز بتبدا بالسن اقل من كده، يعني 3 سنوات. تمام.
لعبة الكاراتيه ممكن البداية بتاعتها 4 سنوات وبتقف على حتة استيعاب طفل. يعني في لاعب مثلا عنده 5 سنين استيعابه قليل، وفي لاعب عنده 4 سنين استيعابه ممتاز جدا، فديت برضو حتة مهمة وحتة برضو لازم المدرب ياخد منها ياخد باله منها في الايه، في حتة انتقاء اللاعب. كمان لما ولي امر بيجي يقول لي يا كابتن انا ابني عندي 4 سنوات، طب اوظفه في لعبة ايه؟ فانا بعمل له مجموعة من الاختبارات ومجموعة من القياسات، وبناء على كده ببدا احدد له اللعبة اللي هو يستحقها. ممكن مثلا ادخله جمباز، ممكن ادخله سباحة، ممكن ادخله كيك بوكس، ممكن ادخله كاراتيه. هو انسب ليا ان انا ممكن ادخله كاراتيه علشان دي لعبتي. تمام. بس انا بما يرضي الله انا براعي ربنا في النقطه ديت، ان انا مش عايز يعني اجي على مستقبل العيل علشان حاجه عشان حاجه زي ديت، لا لازم تبقى حاجات ديت بتبقى بالتحديد يعني. جميل جدا. نسمع بقى اطفالنا الجمال اللي معانا النهارده. ازيك؟ منوره. في البدايه كده يا جميل، يعني انت لما فكرت تلعب اللعبه دي بالتحديد ولعبه الكاراتيه، ليه بالتحديد فكرت تلعبي لعبة الكاراتيه؟ هل للدفاع عن النفس ولا حاجة تانية؟ أولا يعني أنا أول حاجة فكرت فيها الدفاع، أيوة عن النفس، بس في مهنة يعني أنا في أولى إعدادي، يعني مثلا لو حبيت مثلا من تالتة إعدادي أشق طريقي لازم هتساعدني برضه في حاجات كتير. فحبيت تشق طريقك؟ هتشق أبي هتشق طريقي هتشق طريقك. طب جميل. فحلم حياتك ايه؟ نفسك تطلعي ايه كده مثلا؟ نفسي اطلع بطله عالم. بطله عالم ما شاء الله. انت ما شاء الله يعني الجمال دول يا جماعه واخدين بطولات واخدت. أيوة، ايه اخده بطولات تنشيطيه وبطولات رسميه وبطولات مدارس، والحمد لله يعني حققت فيهم مراكز جميله ومراكز عاليه يعني الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. قلت لي بقى انت دخلت بقى اللعبه دي ليه؟ بابا اللي دخلك ولا مامتك، ولا انت حد مثلا شفتي بنوته صاحبتك او زميلتك في المدرسه فقلت انا عايز العب الكاراتيه؟ لا، ماما اللي قالت لك. ماما اللي شجعتك؟ ماما دايما اللي بتشجعك، بابا ما شجعكيش؟ لا شجعني. بابا كان شجعني. ماما بتشوفك دلوقتي تقول لها ايه؟ تقول لها ايه النهارده؟ اقول لها شكرا ليك قوي يا ماما. ماشي. وانت يا رماس؟ انا بابايا ومامتي كانوا في لعبه الكاراتيه وكان في لعبه الكونغ فو، فانا كده انا اصلا ما اعرفش حاجه اسمها كاراتيه اصلا وانا صغيره خالص. انت سنه كام دلوقتي يا بابا؟ انا دلوقتي 5. انا 5. فقلت له انا عايزه ادخل لعبه الكاراتيه. تمام. دخلت وحققت مراكز حلوه ودخلت بطولات جميله، وانا حققت فيها ومراكز جميله، واشكر بابايا ومامتي طبعا على التعب اللي هم تعبوا معايا. جميل جدا. طب وانت يا قمر؟ انا حبيت يعني شفت اللعبه دي على النت مثلا يعني حبيت اشارك فيها، فقلت ان هي ماما شجعتني دخلت اللعبه دي. تمام جميل. كابتن جمعه، البطولات اللي الاكاديميه حصلت عليها ايه؟ حضرتك احنا بنشترك في اي بطوله يعني؟ اي بطوله؟ اي بطوله. في بطولات الاتحاد المصري للكاراتيه القياده اللي فيه قياده واعيه شويه، فعملت بطولات رسميه وعملت بطولات تنشيطيه موازيه لها. البطولات الرسميه للقدرات بتبقى حاجات رسميه بنعلى بيها، بتبقى بطوله المحافظه، من المحافظه قطاع، من القطاع الجمهوريه. اما البطوله التنشيطيه بتبقى مماثله بس العدد فيها بيبقى اكتر شويه. فاحنا اي بطوله بنشارك في البطولات الرسميه لان هي دي الاساسيه، وبنشارك في التنشيطيه علشان نزود كفاءه الطفل. فاحنا اشتركنا في البطولات دي كلها، بجانب ان وزاره الشباب والتربيه والتعليم عملت نظام معين اللي هو التميز الرياضي بالنسبه للطلبه. فاحنا اي بطوله مدارس لازم نشرك الاولاد، بحيث ان لو ربنا كرمهم حققوا مراكز من الاول للرابع لهم بيبقى لهم درجات تفوق. في اولاد عندنا برضو اخذوا درجات التفوق الرياضي. اولاد كتير فديت ساعدتهم برضو في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه برضو. ممتاز جدا. كابتن محمد، لعبه السباحه بالتحديد طبعا انشاته حمام سباحه، وقليل جدا لما تلاقي في عند حضراتكم في يعني عندنا في تسوق حمام سباحه على ما اعتقد واحد، وفي كفر الشيخ قليل جدا. هل هو مكلف يا كابتن محمد؟ بص حضرتك عشان للتوضيح، هو انا بفكر اعمل مشروع ده اعمل حمام سباحه واعمل نادي. هو حته ان هو مكلف، هو مكلف. تمام. بس احنا بالفعل عشان ايه؟ احنا ما عندناش حمام سباحه في رشيد. تمام. بس احنا دلوقتي احنا عملنا الفتره اللي فاتت ظهرت عندنا ظاهره غريبه جدا، ظاهره الغرق في النيل والمصيف. وولي الامر بدا يتجه لحته ان انا عايز اعلم ابني سباحه. تمام. فاحنا بدانا نوفر له الامكانيات
وموفروا له الاماكن ان احنا نمرنه فيها الطفل. جميل. تمام، بقينا ناخدوا الاولاد من مكان من عندنا من رشيد، بنودوه مثلا لمدينه جنبنا، مدينه فيها حمام سباحه، فيها حمام سباحه مجهز، اه تربيه رياضيه، تربيه رياضيه. طيب مع حمام سباحه ده قانوني او نص اولمبي حاجه دلوقتي، علشان ما تبقاش حاجه تدريب بس. وعندكم عدد يا كابتن جمعه؟ اه عندنا عدد كويس جدا الله. وكل يوم في الزياده. جميل جدا. بتراعوا ازاي بقى الاحترازات والكورونا والحاجات دي؟ احنا بالنسبه للسباحه انت عايز السباحه ولا كل الالعاب؟ كل الالعاب طبعا. احنا طبعا بنتبع نفس القوانين اللي الدوله بتحدثها. بنعمل ايه الدوله عايزه ايه فبنعمل. لان الدوله طبعا ادرى مننا بكل الامكانيات وعايزه تعرف يعني ازاي تقدر تحد من عمليه فيروس كورونا. احنا قسمنا الاولاد لمجموعات، يعني الحزام نفسه قسمناه لمجموعات بحيث ان العدد للولد يبقى واقف على الاقل في متر بينه وبين زميله في كافه الاتجاهات. الطفل هو جاي احنا اجبرناه لازم نكون معاه الكمامه، لازم نكون معاه. شفت الحاجات دي عند حضرتك في الصور على البيج؟ لازم يجي بالكمامه، لازم يجي بازازه المايه الخاصه بيه، لازم يجي بالمعطر واحنا بالمطهر، واحنا عندنا نفس الحاجات دي بحيث ان هو لو نسى احنا لازم نعقم، خوفا عليهم وخوفا على نفسنا وعلشان الامور ما تتبقاش. مصلحه الهدف الاول هو مصلحه الطفل يعني. بالظبط كده. اهم حاجه مصلحه الطفل. أهم حاجة. طبعا طبعا الناس لما عرفوا ان حضرتكم هتطلعوا معانا النهارده، بعض من الرسائل جميله جدا، وفي ناس بتتصل كتير جدا جدا عايزين يخشوا يشكروا في الاكاديميه ده صراحه يعني، وعلى حتى على عندي على الفيسبوك. الله يبارك فيك. طبعا بقى نسمع بقى حلم حياتك ايه بقى، نفسك تطلعي ايه؟ نفسي اطلع بدله عالم واشرف الكابتن واشرف ماما وبابا. انت تشرفي اي حد. وانت قمر. نفسك لا بطلة عالم وظابط. بطلة عالم وظابط. وظابط ما شاء الله. وانت يا مرايا انت انا هتجوزك انت. نفسي تلاقي بقى. نفسي اكون من ضمن فريق منتخب مصر للناشئين. ما شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وانا هساعدك على ذلك. وانت يا ست البنات عالم وحاجه اللي انا اشرف بلدي واشرف كابتن جمعه فوضى واشرف كابتن محمد، يعني اشرفهم تشريف عالي لبلدي اولا. يعني بتتكلم كلام كبير قوي. لا 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 رانيا فظيعه. انا عايزه اطلب كلمه واحده. اتفضلي يا فندم. انا بشكر والدي ووالدتي شكر جامد قوي. ربنا يخليهم لك يا رب يفرحوا بيك يا رب. حد عايز يقول حاجه النهارده يا جماعه؟ عايز يقول حاجه يا رماس؟ عايزه اشكر كابتن محمد وكابتن جمعه طبعا، واشكر بابايا ومامتي والناس اللي ساعدوني على ان انا اوصل للليفل العالي ده. جميل جدا. انا كنت نفسي اقعد معاكم اكتر من كده والله بجد، بس وقت الهوا بيعدي بسرعه جدا، وبالتحديد لما يكون معايا ناس جميله زي حضراتكم وناس مننا كده. الله يبارك فيك. انت حابب تقول النهارده يا كابتن جمعه؟ انا بس انا ماليش اكتر من ان انا بحس الناس في مدينه رشيد ان هي تهتم بابنها رياضيا، مش شرط عندنا عشان احنا ما بنحبش نفسنا، في اي مكان المهم ان ابنك لازم أن يلعب رياضه. انا عندي ابني وبنتي ما بيلعبوش معايا انا كاراتيه، انا مديهم للكابتن محمد الكوتش ده كاراتيه. اللي احنا عايزين نكلمه ان احنا مش ضد اي حد، احنا ناس بنمارس رياضه، وانا اتمنى ان رشيد كلها تمارس الرياضه. وبدي كلمه شكر لكل اولياء الامور قبل الاولاد، لان هم دول حصان الاسود وخلف اولادهم ان شاء الله. تحب تقول النهارده نهايه كده؟ بحب ان انا اشكر اول حاجه اولياء الامور على ثقتهم الغاليه فينا، وبحب برضه اوجه يعني بشكر كل الناس اللي هي المحترمه اللي هي وقفت جنبنا الفترة اللي فاتت دي كلها. تمام. برضو بوجه شكر للأولاد وبصنا اللي هم إن هم يشد حيلهم الفترة اللي جاية علشان تحطين على موسم بطولات وكده إن شاء الله. إن شاء الله في بيننا حلقات تانية يا كابتن جمعة كابتن محمد. هنغدى عندكم في رشيد الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان نشوف على أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. اتشرفت جدا بحضراتكم النهاردة، نورتونا وشرفتونا في برنامجكم بيت السعاده، ورب دايما يسعد ايامكم وتبقى ايامكم كلها هنا وفرحه وسعاده. نورتونا يا حبايبي، نورتونا النهارده. شكرا. كان معانا طبعا كابتن جمعه وكابتن محمد والعرايس الجميله لعيبه الكاراتيه. بشكر كل فريق العمل، بشكر كل اماني، وبشكر اسلام، وبشكر احمد كمال ابو عميره، وبشكر احمد زكي رئيس تحرير البرنامج، كل الناس الجميله اللي معايا، ومحمد مالكي ومحمد السعيد والمخرجه الجميله ومهندس الصوت مخرجه نادين. شكرا جدا لحضراتكم، وانتظرونا كل ما هو جديد في برنامجكم بيت السعاده. سلام عليكم.